بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة اليوم محاضرة سيمبل جدا، هي جمعنا فيها أربع عوائل أو عائلات: كورونا فيروسس أو كورونا فريدي والريو فريدي والكلاسي فريدي والأسترو فريدي. حتكلم عليهم إن شاء الله، هم سهلين جدا، حتكلم عليهم إن شاء الله عز وجل، وهم ما همش صعبين جدا، سهلين، بحيث نخلص المجموعات هذه الصغيرة وبعدها ندخل على بقية المجموعات الكبيرة. في نهاية المحاضرة هذه العوائل اللي ذكرناها أكيد حنعرف الديفينيشن حقها، حنعرف الباثوجينيسيس، حنعرف اللاب دياجنوسيس، حنعرف لو في تريتمنت أو بريفينشن. طيب أذكر بالكلاسيفيكيشن اللي اتفقنا إن إحنا إن شاء الله في نهاية الـ RNA حنعمل نيو كلاسيفيكيشن بإذن الله عز وجل. إحنا قسمناهم على البوزيتيف سينس والنيجاتيف سينس، وقلنا بالنسبة للبوزيتيف سينس إنه في معنى نيكد وفي معنى انفلوبد. النيكد قلنا إنه كله إيكوسا هايدرال، وضعناه في عائلة سميناها PCR. خليكم معي لو سمحتوا. البي بيكورنا فريدي، والسي كاليسي فريدي أو كالسي فريدي، والريو فريدي اللي حنتكلم عليها، وقلنا بس دي دبل ستراندد آر إن إيه، وقلنا إنه كمان في البوزيتيف سينس في معنى انفلوب، وقلنا عليهم إيكوسا هايدرال، وقلنا اسمهم تي سي آر بس اضفنا لها اف تي سي آر. الاف الاولى هي فلافي بريدي، والتوغا بريدي، والسي كورونا بريدي، وقلنا كورونا بريدي هي هيليكال، برافو عليكم. والار ريترو بريدي، وحنتكلم عليها في محاضره كامله اللي هي محاضره الاتش اي في. وقلنا انه السنجل ستراندد نيجاتيف سنس ار ان اي كلهم دول انفلوب، وفي معنى سميناهم اختصرناهم بال كلمه اسمها أوبرا. الو اورثو مكسو فريدي، الاورثو مكسو فريدي، البي بارا مكسو فريدي، وكمان الار الرابدو فريدي، هو الارينا فريدي، وكمان في معنى اوبرا اف بي. الاف سميناها فايلو فريدي، بونيا فريدي، دي الكلاسيفيكيشن. اكيد الاسترو فريدي اليوم ما ذكرناهاش، ولذلك حنحاول نعملها في الكلاسيفيكيشن الجديد، لانها هي فيري سمول وكلوزد بشكل كبير للبايكورنا لانها فيري سمول سايز، لكن حنتكلم عليها اليوم سيبريتد. ركزوا معي، الكورونا فيروس سمبل جدا، كورونا فريدي، والفيروس سموه كورونا فيروس. سموها كورونا ليش؟ لانه الشكل حقها يشبه كرون، فبالتالي زيه زي التاج، فسموها من هنا سموها كورونا فيروس او كورونا فريدي. هي اكيد بوزيتيف سينس ار ان اي، اكيد انفلوب سنجل ستراند، اكيد الشكل حقها هيليكال، وكمان الجينوم حقها هو ذا لارجست جينوم في الار ان اي، ذا لارجست جينوم، بالاضافه الى انه شكلها شكل الكراون لايك ابييرنس، وبالتالي سمي الاسم لهذا السبب. الكلاسيفيكيشن حقها هم في 6 انواع، في 2 نسميهم 2 الفا و2 بيتا. الاربعه دول كلهم يعملوا كومن كولد، 2 الفا و2 بيتا، وحديثا اكتشفوا الاثنين الاخرين، واحد اسمه سارس كوفي، يعني سارس كورونا فيروس، هذا مسبب لديزيز بدا في 2002 اسمه السارس، سموه ديزيز سارس اللي هو سيفير اكيوت ريسبيراتوري سيندروم، فسموا الفيروس كذا، سموه سارس كو اختصار للكورونا فيروس كوفي، فسموه سارس كوفي. الديزيز الاخير اكتشف حديثا في 2012 وسموه ميرس كوفي، الام اختصار الميدل ايست ريسبيراتوري سيندروم، لانه حدث في الميدل ايست زي ما حنشوف بعد شويه، وذا في عام 2012 وسموه ميرس كوفي. اذا الميرس ديزيز هو كوزد باي ميرس كوفي. طيب لو ما نجي نعرف الكورونا فيروس، ايش الكورونا فيروس؟ فيري سمبل، هي سنجل ستراندد بوزيتيف سينس، سنجل ستراندد ار ان اي وانفلوبد وهيليكال، وبتليدز ثري ميجر ديزيزز اللي هي كومن كولد، سارس ومارس. جميل، تعالوا نشوف الكومن كولد اللي تكلمنا عليه زمان، في فيروس شهير يقولنا 80% اسمه رينو فيروس. يا
إذن الكومن كولد هو عبارة عن inflammation في النيزل ميكوزا وهنا usually caused by أو usually caused by الكورونا فيروسس اللي قلنا 2 ألفا و 2 بيتا واحد منهم أي واحد يعمل الكومن كولد وأساسا العائلة دي أساسا من أول ما اكتشفوها هي تعمل كومن كولد وهو يعتبر الكورونا فيروسس هو السكند فيروس اللي بيعمل كومن كولد after رينو فيروس وقلنا إن الكومن كولد 80% مسبب الرونا فيروس والبقية تقريباً 20% هي الكورونا فيروس أو 15% في أذر فيروسات ممكن تعمل سكانتي بالنسبة للكومن كولد. طيب الباثوجينيسيس قلناها حنعيدها بسرعة إنه في النهاية حيحصل باي دروبليتس للفيروس حينتقل الفيروس حيحصل له اتاتشمنت أو أدزوربس على الخلايانا حيحصل له انتري حيبدا يحصل له ملتيبليكيشن ويبدا يحصل له شيدنج ولو ما يبدا يحصل له ملتيبليكيشن وشيدنج هذه علامه تبدا علامات الكومن كولد اللي هي السنيزنج وراني نوز والنيزل كونجيشن وفي النهايه اكيد تتكون مناعه له سواء السكريتوري اي جي اي او الانترفيرون والسكريتوري اي جي اي هو ما هوش لونج بيريود يستمر لشورت بيريود وبالتالي دي احدى الاسباب اللي قلنا بتفسر ان الكومن كولد دي بتجي على فترات متقطعه اذا المانيفيستيشن حقه في سنيزنج وفي راني نوز وفي نيزل كونجيشن وده في النهايه نقول دائما سيلف ليميتنج الكومن كولد عاوز لها 3-4 أيام وبالنهايه بتكون سيلف ليميتنج طيب هذا ديزيز تكلمنا عليه قبل كده الرينو فيروس تعالوا نتكلم عن ديزيز اللي هو حدث في 2002 اللي اسمه سارس ونقول عليه سيفير acute respiratory syndrome هذا الديزيز بدا في نوفمبر 2002 الى اوغست 2003 في الصين اول ما بدا انتشر في الصين وبعدين من الصين انتقل الى هونغ كونغ وانتقل الى سنغافوره وانتقل الى فيتنام وانتقل كمان الى تايوان وبدا ينتقل في 13 دوله في 30 دوله بدأ ينتقل في 30 دولة هذا الفيروس خلال الفترة دي من نوفمبر 2002 لين أوغست 2003 أصاب 8422 اللي ماتوا 916 بس تقريبا 10.9 يعني قريب 11% قريب 11% طيب فتقريبا نسبة الإصابة تقريبا 11% طيب تعالوا نعرف السارس ده ايش هو عبارة عن a highly contagious disease or a highly contagious virus caused by SARS-CoV يعني SARS كورونا viruses and leading to severe acute respiratory syndrome اللي هو السارس حنعرف ايش المانيفستيشنز حقه لا تنسوش السارس هذا كديزيز اللي هو severe acute respiratory syndrome caused by SARS-CoV اللي هو SARS related لل كورونا فيروسس وسميناه كوفي طبعا الفيروس ده كاركترايزد باي اكيد بوزيتيف سنس ار ان اي اكيد هو لارج جينوم وهيليكال وانفلوبد طيب كيف ينتقل ده ينتقل دروبلتس وينتقل بالايربورن ولذلك اللي في 2002 بس سبحان الله قد الله عز وجل ينزل البلاء وينزل فيه كمان اللطف لانه لو حدث في دوله من الدول الناميه كان حتكون الوفيات عالية بشكل كبير الصين إمكانياتها كبيرة جدا لأنه ينتقل ده بالإير بورن فبالتالي الفيروس ده حيظل معلق في الهواء فأي واحد معدي حيأخذ الفيروس ولذلك لو تشوفوا البريفنشن اللي عملوها الصينيين حاجة مهولة جدا كانوا حتى يرشوا الهواء في ده بحيث أنه بكيميكال تعمل كيلينج لهذا الفيروس ده حينتقل بالدروبلتس وحينتقل بالإير بورن وبالتالي حيروح لللنج ومن اللنج الفيروس ده عنده القدره انه يعمل ستيموليشن لهاي برودكشن للسيلز بحيث انها تعمل هاي برودكشن للسايتوكاينز فتنتج عنه نسميها عاصفه السايتوكاينز لو ما يزيد حجم السايتوكاينز حيؤدي الى إديمة في الليفلر سبيس ولو ما يحصل عمليه الإديمة حيحصل ما نسميه بأتيبيكال نيمونيا المانيفستيشن حق الاتيبيكال نيمونيا اللي في النهايه بنسميها السارس انه الشخص ده حيكون عنده في كف وفي عنده ديفيكلت في البريثنج لانه ما عاد فيش الاكسجين ما عادوش موجود الان الشورتنس في البريثنج وكمان في البلوش في السكين كلر
وبالتالي حيحصل كمان ممكن يحصل فيلير في اكثر من اورجنز الوفاه. على فكره معظم ال 916 اللي توفوا دول اللي عندهم عندهم ميديكال كونديشنز زي عنده دايابيتس زي عنده اكثر من ديزيز، دول عرضه انهم حصل لهم الوفاه. كمان الناس السموكر كانوا عرضه انهم نسبه الوفيات تزداد عندهم. طيب في الدايجنوست حقه امر مهم، الانتي بوديز ما لهاش معنى خالص. ليش ما لهاش معنى؟ لانه مش حتظهر الا بعد 14 الى 14 يوم من الانفكشن من الاونست سيمتومز. فبالتالي تصوروا حيجي اليوم الاول واليوم الثاني والخامس والسادس وهو قد عنده مانيفيستيشن، روح نعمل له انتي بوديز اي جي ام راجي يطلع نيجاتيف. ليش؟ الانتي بودي لسه ما طلعتش. فبالتالي الافضل حاجه كان للتشخيص حقه الار تي بي سي ار. احنا بشكل عام احنا نقول ار تي بي سي ار لكن احنا نعني بها ريل تايم بي سي ار، في معنى البي سي ار الكونفنشنال بي سي ار وذا بيعتمد على البرايمر، وفي حاجه بنسميها الحديثه اللي هو النيو فيرجن نسميه ريل تايم بي سي ار. الريل تايم بي سي ار مور سبيسيفيك مور سنسيتيف وبيشتغل على حاجه بنسميها الداي. ايش الداي؟ الصبغات. لو جات فرصه ان شاء الله حشرحه باذن الله، لكن المفروض ينشرح في الانترودكشن اوف مايكروبيولوجي. طيب اكيد الاكس راي لابد نحن حنشوف الاكس راي وبالتالي حنشوف الانفلاميشن واضح بالنسبه في اللنج. ما كانش له اي سبيسيفيك تريتمنت، لكن يومها الناس كانت تجرب الريبافيرين وكورتيكوسترويدز. السؤال لكم ليش كورتيكوسترويدز؟ يعمل اميون سبريش عشان الهاي برودكشن اوف سايتوكاينز. البريفنشن بشكل عام في كل الريسبيراتوري ديزيزز اللي هي بتنتشر كانتشار كبير، لابد ان احنا مثلا نجي نقول انه الشخص المريض يحصل افويدنس بالنسبه للكونتاكت مع الشخص المريض، يحصل بالنسبه اي واحد عنده مثلا اعراض ريسبيراتوري ديزيزز يجلس في البيت ما عاد يخرج. الامر الاخر ضروري واحد يستخدم المناديل الخاصه ما يروحش يعطس في الهواء. الامر الاخر كمان انه لابد انه الهاند ووشنج. على فكره الهاند ووشنج تعتبر اليوم في الـ في الـ في البريفنت الانفكشن او انفكشن كنترول الفيرست ستيب هاند ووشنج. وبالعكس اليوم الدراسات تثبت انه لو حد بس في المستشفيات وكذا عملوا ثقافه او نشروا ثقافه الهاند ووشنج حيكون لها دور في عمليه ريديوسنج لكثير من الديزيز اللي بتنتشر. في الهاند ووشنج في منتهى الاهميه. اكيد الشخص المصاب او كذا ما مش الشخص المصاب، لانه تعرف ممكن تسلم على واحد ويكون عنده الانفكشن، فلو حكيت عينك حتنقل الانفكشن، لو مسكت انفك حتنقل الانفكشن. فبالتالي ذي واحد لا يمسكش عينه ولا يمسكش كمان انفه. اكيد في الماسك فيري امبورتنت، خاصه الماسك ليش نستخدمه؟ خاصه لما يكون الفيروس انتقاله بالاير بورن، فانت ممكن تاخذ الفيروس ده من الهواء، فبالتالي لابد انه في فيس ماسك مناسب عشان يمنع الانفكشن لو الفيروس ده معلق في الهواء. اكيد بالنسبه لنا نجي نقول في عادات سوائل وما سوائل بيكون لها دور في البريفنت ليد ديزيز. هذا اليمني بيهيفير اكيد افويد الاوفر كراودنج اكيد. وهذه على فكره تصوروا دي اهم نقطه لو ما يحصل وباء انه الناس تتجنب الزحمه يعني. طيب الديزيز الثاني اللي نسميه احنا الميدل ايست ريسبيراتوري سيندروم اللي سميناه الميرس ميدل ايست. ايش اللي حصل في هذا الديزيز؟ هذا حديثا طبعا في 2000 خلاص في 2012 حدث في المملكه العربيه السعوديه انه اصيب 153 شخص بريسبيراتوري سيمبتومز وبعد فتره توفى منهم 64 واحد. فبعدين نسبه الوفيات 41.8 نسبة مهولة جدا. طيب ايش اللي حصل؟ اللي حصل الآتي، يومها عاد اول ما بدأت الحالة تحدث قالوا انه في انفلونزا للجمال وهم مهتمين بالجمال اكثر من البشر، فحصل انه انتقلت الانفلونزا دي من الجمال الى البشر وبعدين احدثت ما نسميه بالريسبيراتوري ديزيز بالنسبة للهيومن. وسموه ميدل ايست ليش؟ لانه كل منطقه الخليج زي ما انتم شايفين، السعوديه العربيه هنا، الامارات هنا، البحرين هنا، قطر هنا، هذه الكويت، هذه الكويت كلها كلها انتشر فيها الديزيز. فسمي الديزيز سموه ميدل ايست ريسبيراتوري سيندروم لانه حدث هذا الديزيز في الميدل ايست وبعدين انتشر. طيب كيف كانت بدايه الديزيز ده؟
انه اساسا في الباتس اللي هم الخفافيش، الخفافيش تروح للجمال، فهو ريزرفوار الفيروس في الخفافيش، فيروح للجمل فينتقل عبر الجمل، الجمل بعدين يحصل له ملتبليكيشن الفيروس وينتقل الى الانسان، ومن هنا ايوه كونتاكت الخفاش يجي على الجمل وينقل الفيروس. طيب ايش اللي حصل؟ انه ده اساسا هو زونوتيك، يعني ايش؟ من انيمال تو هيومن، لكن بعدين جو قالوا انه ممكن ينتقل من هيومن الى هيومن، وبالتالي بس هذا الانتقال ما هوش كومن، هو كلوزد، بالكلوز كونتاكت انه ينتقل من هيومن الى هيومن. حتى تفسيرهم انتقل في منطقه الخليج، ليش؟ لانه كل المنطقه دي الجمال عندهم مهتمين بها ومهتمين بسباق الهجن ومش عارف ايش. حتى في مصر على فكره، في مصر اللي يروح منكم مصر في منطقه الاهرام هناك وفي منطقه ذا في جمال بشكل كبير، فقالوا حتى انتشر الديزيز في مصر، في مصر فسمي ديزيز الشرق الاوسط او الميدل ايست ريسبيراتوري سيندروم. طيب تعالوا نعرف الديزيز ده، سهل جدا، هو عباره عن ات از كوزد باي النوفل كورونا فيروس، يعني واحد من الكورونا فيروس الجديد، لانه لما درسوا الفيروس شافوا كل صفات الكورونا فيروسز فسموه كذا، سموه ميرس كو في، يعني ميرس اللي هو الميدل ايست ريسبيراتوري سيندروم الكورونا فيروسز. هذا الميدل ايست او الميرسكو الفيرست حصل له ايدنتيفيكيشن اور ايدنتيفاي في الكينج سعودي اريبيا في 2012، وهذا ليدنج تو الارتس وسبتك شوك ومالتيبل اورجان فيلير. تعالوا نشوفهم ايش اللي حيحصل فيهم. ينتقل زي ما قلنا بالدروبلتس وذا كلوزد، وينتقل كمان بالكونتاكت، وبعدين الفيروس ده عنده القدره انه على طول انفكت الليفلر ابيثيليال سيلز بالاضافه الى الكابلري endothelial cell. لو ما يصيبها على طول يحصل respiratory syndrome ويحصل ما نسميه بالARDS اللي هو acute respiratory distress syndrome. ده characterized by طبعا نفس كل الالفيولاي ملانة بالفلويد من ناتج الانفلاميشنز، فبالتالي أكيد حيكون في difficult في البريثينج، حيكون في shortness في البريثينج، حيكون في plush في السكن. وبالتالي على فكرة ليش حيحصل لما قلنا حيحصل فيلير في اكثر من اورجنز؟ لانه خلاص الاكسجين ده ما عادوش هايبوكسيا، فبالتالي لو ما يحصل هايبوكسيا حيحصل فيلير في اكثر من اورجنز. هذا الفيروس اكيد بالار تي بي سي ار، ولا تنسوا المعلومه دي، لما اقول ار تي بي سي ار احنا نقصد الريال تايم بي سي ار. السيرولوجيكال تيست بالتاكيد ما لهاش معنى لانها حتطلع بعد 14 يوم من المانيفستيشنز، فبالتالي احنا نعتمد على الار تي بي سي ار او الريال تايم بي سي ار فور ديتكشن الفيروس من السكريشنز للريسبيراتوري سيستم. اكيد الشخص ده كمان حيكون عنده ليكوبينيا والليمفوبينيا والثرومبوسايتوبينيا، وحيكون عنده انكريز في اللاكتيت دي هيدروجينيز ليفلز. ليش؟ ناتج على في تيشو دامج. اكيد الاكس راي جزء اساسي في تشخيص هذا الديزيز. ما في سبيسيفيك تريتمنت له خالص، ما في اي سبيسيفيك تريتمنت له. في الان فاكسين لسه مش موجود، بيشتغلوا الناس على فاكسين له لكنه لا زال اندر ترايل، لكن الان ما في اي فاكسين سبيسيفيك لهذا الفيروس. لكن المهم ان احنا نعمل الجنرال ميجرز بالنسبه لاي وباء بالنسبه في الريسبيراتوري سيستم اللي قلنا عليها قبل شويه، انه اللي هو اسمه الفيس ماسك، انه كمان قلنا افويد الكراودينج، كمان انه الهاند ووشينج، يا انه ستي ات هوم، انه كمان في معنى لو حد كمان مصاب ما يعطسش في الهواء يستخدم مناديل خاصه للعطس عزل الجمال. طيب هذا بالنسبه للميدل ايست ريسبيراتوري سيندروم. الان ننتقل الى ديزيز مهم جدا اللي هو في الريو فريدي. الروتا فيروس ده اللي هو للعائله اسمها الريو فريدي. الريو فريدي او الريو فيروس اللي منها بينتمي لها بيعمل ديزيز شهير جدا لا تنسوش اسمه انفنتايل دياريا. تعالوا نشوف ايش الديفينيشنز حقه وايش الباثوجينيسيس له. طيب سموه الروتا فيروس لانه يشبه العجل، شايفين كيف الشكل حقه؟ زي العجلة تماما، فبالنسبة للويل شيبد فيروس فمن هنا سميه روتا لأنه شبيه بالعجلة. هذا الروتا فيروس الديفينيشنز حقه عبارة عن أكيد
وركزوا معي على هذه هو لو يونيك كاركترز انه دبل ستراندد ار ان اي وذا يونيك انه سيجمنتد يصل حقه البيسز الى 10 بيسز هو دبل معايا 10 قطع دبل 10 قطع دبل فهو دبل ستراندد ار ان اي وبالتالي كمان سيجمنتد وهو اكيد نيكد فيروس ما معوش انفلوب وهذا يوجوالي بي ليدنج تو سيفير دياريا امونج الانفنت اند تشايلد يوجوالي بيكون الدياريا دي او الاطفال اللي بيصيبهم او الانفنت من 6 شهور الى سنتين فالبروبرتيز للفيروس انه زي ما قلنا اول امر انه دبل ستراندد ار ان اي سيجمنتد يصل الى 10 قطع من الدبل ستراندد ار ان اي اكيد ايكوسا هيدرال وكمان نيكد وشايفين الشكل حقه اللي يشوف شكله هو في معه 3 لير من الكبسيد شايفين الشكل حقه اللي يشوفه حيقول هذا انفلوب لكن هذه اللير وهذه اللير وهذه اللير هي كلها لير اوف كابسيد كبروتينز وليس معه انفلوب ما معهش انفلوب خالص وبالتالي نيكد الى اللحظه دي في ديفيكلت في الجروث في التيشو كلشر بالنسبه لهذا الفيروس اكيد ما دام قلنا انه نيكد معناها انه حيقاوم كل وذاك نسميه ايثر ريزيستنت ولا تنسوش القاعده اللي قلناها اكيد حينتقل على يا الاورال الفيكال اورال روت وبالتالي حيعمل مانيفيستيشن هذا الفيروس منه 7 تايبس احنا بالنسبه لنا كهيومن 3 تايبس اللي هم الاي والبي والسي البقيه التايبس دي كلها بالانفكتس الانيمال فبالتالي احنا يهمونا الاي والبي والسي واكثر واحد هو الاي ركزوا على المعلومه دي 50% من الاطفال او تشايلد اللي بيروحوا في الهوسبيتالز عندهم سيفير دياريا يوجوالي الكوز روتا فيروس فذا نسبته عاليه جدا اي انفنت اور تشايلد عنده دياريا لابد يكون في بالي روتا فيروس طيب في تقريبا 3.5 مليون يموتوا من الشيلدرن قبل ما يدخلوا المدارس في الديفلوبينج كانتريز للناتج للروتا فيروس فالروتا فيروس مهم جدا وحنقول كيف نعمل له تشخيص تعالوا نشوف الـ طبعا وورلد وايد كيف نشوف تعالوا نشوف الباثوجينيسيس ينتقل فيكل اور الروت اكيد حيروح للاستومك حيروح للباير باتشز سمول انتستين وبعدها حيعمل مالتيبليكيشن بالمايكروفيلاي لما يعمل مالتيبليكيشن في المايكروفيلاي حيعمل ديستراكشن لها فلما يحمل عمليه ديستراكشن للمايكروفيلاي حيحصل انفايرمنت في الترانسبورتيشن ميكانيزم فبالتالي حيحصل سيفير دياريا وكاركتر يقولوا من 10 الى 20 تايمز بير داي يعني عنده اسهال التشايلدز ذا او الانفنت 10 الى 20 مره في اليوم الواحد طبعا اكيد حيكون عنده فيفر ووتري دياريا والفوميتنج الكومبليكيشنز اللي ممكن يروح فيها لانه حيحصل عنده ديهايدريشن لانه عنده سيفير دياريا الامر الاخر حيتحول ذا الى اسيدوزس ومن الاسيدوزس حيحصل له شوك ودث وذلك من الاشياء اللي لابد ننتبه لها بالنسبه للروتا فيروس بالنسبه للدياريا في الانفنتس كيف يعملوا التشخيص فيري سمبل قلت كلمه مهمه جدا في الاشريشيا كولاي ممكن تعمل الاشريشيا كولاي لكن الفيروس المور كومن بالنسبه لها في الانفنتس يجيبوا الاول فحص يسموه لاتكس اجلوتينيشن يجيبوا الستول مش الفيروس ده حيحصل له اكسكريتد في الستول يجيبوا الستول ويجيبوا سبيسيفيك انتي بوديز نسميها مونوكلونال انتي بوديز مربوطه بلاتكس مربوطه بلاتكس فبالتالي حيحصل بايندينج ومن هنا نجي نقول حيحصل اجلوتينيشن واضح اذا حصل اجلوتينيشن معناها ان الانتيجين حق الفيروس موجود فبالتالي اذا الطفل اور الانفنتس عنده ما نسميها بالروتا فيروس اللي مسبب الدياريا اكيد من الستول ممكن نعمل ار تي بي سي ار اللي قلناها عبر الريال تايم بي سي ار نعمل ار تي بي سي ار وما تنسوش ذا دبل ستراندد ار ان اي ممكن نعمل بالسيرم لكن ما هوش الروتين نعمل بالسيرم نحن ناخذ تو سامبل سيبريتد باي 7 اور 10 دايز ونشوف انه في رايزنج تتر في العينه الثانيه شايفين كيف طلعت الانتي بوديز في العينه الثانيه يعني ناخذ منه عينه اليوم لكن طبعا ده شوفوا حقولها في التريتمنت لانه بعدين ممكن يموت علينا تشايلد او يموت الانفنتس واحنا عاد احنا بنشخصه لو اخذتها اليوم وانتظرت 7 ايام وشفت الرايزنج تتر اذا ما لحقتوش حيروح علي حيروح الطفل ولذلك التريتمنت خذوها قاعده في اي دياريا لابد اني اعمل كوركشن
للفلويدز. دي اول نقطه. وبعدها اعمل حق المانيفستيشن والانفستيجيشنز اعملها براحتي، لكن لابد اني اعمل كوركشن للفلويدز لانه ده حيروح فيها اذا ما لحقتوش. طيب في البريفنشن جابوا فاكسينز اسمه الروتا شيلد في عام 1998 وسحبوه بعد سنه. ليش؟ لانه يعمل انت سسبشن، يعمل التصاق معوي، فبالتالي سحب هذا الفيروس بعد، سحب هذا الفاكسين بعد سنه. جاء بعده الروتاتيد اللي هو في 2006 سمح به ومرخص به والان ماشي بالنسبه للروتاتيد. طيب في فيروسز اذر بتعمل جاسترو انترايتس، وكنت اسالكم السؤال ده، يلا حسالكم الان. في واحد فيروس اسمه نورموك فيروس وفي الاسترو فيروس. طيب احنا اخذنا فيروس يعمل جاسترو انترايتس، اخذنا فيروس يعمل جاسترو انترايتس غيره لا تفضحوناش شباب. سألك والله اليوم عادي. وين محمد؟ محمد ما جاش اليوم. طيب مش أخذنا في الأدينو فيروس 40 و 41 قلنا 40 و 41 بيعملوا جاسترو انترايتس. أدينو فيروس من الفيروسات الشهيرة اللي بتعمل جاسترو انترايتس. خيبتوا أملنا اليوم. طيب في فيروس سهلين جدا حياخذهم دقيقتين كلهم دول الفيروسات الباقية. في معنى النورولك فيروس اكتشف في أوهايو وسمي بنفس المدينة اللي اكتشف فيها في عام 1968 قديم جدا. هذا الفيروس هو بينتمي لعائلة الكلاسي فريدي، بالتالي هو بوزيتيف سينس سينجل ستراندد ار ان اي، واكيد نيكد فيروس، واكيد إيكوسا هيدرال. والقاعدة حقنا ماشية الآن كويس إنه أي فيروس بيعمل جي آي تي مانيفستيشن لابد أن يكون نيكد فيروس. جميل. هذا بيعمل حاجة بنسميها الإبيديميك نون باكتيريال جاسترو انترايتس، ويوجوالي بيكون في طبعا كفود بويزنينج في الحاجات اللي هي انكوكد للشلفش. فذا يوجوالي بيعمل الديزيز وبيكون على هيئه فود بويزنينج، وطبعا هو في النهايه حيكون سيلف ليفيدنج، ما هوش من الديزيز اللي بتعمل سيفير مانيفستيشنز. كيف يعملوا تشخيص؟ يعملوا تشخيص بالانتيجين ديتكشن من الستول، او يعملوا بالبي سي ار ار تي بي سي ار. اخر واحد يسموه الاسترو فيروسس، واللي اخذناه ذا في عائله جديده اسمها استرو فريدي. هو نفس الوضع، هو بينتمي لعائله استرو فريدي، هو بوزيتيف سنجل ستراندد ار ان اي نيكد فيروس، وكمان إيكوسا هيدرال. ليش سموه كذا؟ سموه لانه شايفين في معه من 5 الى 6 بوينتد، هذه زي بتعطيه شكله زي الستار، وذلك يحصل ستار ابييرنس، ومن هنا اسموه استرو فيروسز. ده بيعمل جاسترو انترايتس يوجوالي في الانفنتس وفي التشايلد وفي الالدرلي، بيعمل جاسترو انترايتس بشكل كبير، وذلك بحنا نشوف في عند اشخاص عندهم دياريا، نجي نروح نشوف ندور له بكتيريا ندور، ما نحصلش. احدى الاتهامات للاسترو فيروس. اكيد تشخيصه نعمل انتيجين ديتكشن، ونعمل كمان ار تي بي سي ار لو عشان نشخصه فيها ما لو كانت الحاله سيفير. طيب الان لو سمحتوا تقولوا لي الفيروسز اللي بتعمل جاسترو انترايتس اللي اخذناها الان برفع الايدي. تفضل واحد اول ارفع صوتك. استرو فيروس، ها استرو فيروس، جيت من الاخير. يلا تفضلي شباب. ادينو فيروس، روتا فيروس، ما تكلمش عن كرو فيروس تعمل جاسترو انترايتس انا اليوم خالص. كورونا جاسترو انترايتس نوروك فيروس نوروك فيروس. على فكره في كلام على كورونا فيروس انها ممكن تعمل جاسترو انترايتس مانيفستيشن، لكن اكيد النوروك فيروس اللي بيعمل جاسترو انترايتس. طيب ركزوا معي، حبدا بالتست يور سيلف. ابدا هنا، يلا حبدا من عندكم. السؤال اليوم ركزوا معي شباب، السؤال الاول
السارس is characterized by. سؤال لكم، هو بوزيتيف سنجل ستراندد ار ان اي. Airborne transmitted. Caused by SARS-CoV. جميل. Typical. بدي أعطيكم مثال. يلا. إن شاء الله يطلع زيه. المرس is characterized by مرس. إنه reservoir and paths. Transmitted to human fail camels. Transmitted by droplets. Acute respiratory distress syndrome. أكيد كلهم. ما يلا كويس. هاي مساعدة مش مساعدة. طيب ركزوا معي. SARS and the MERS. Difficult to diagnose clinically due to mistake in lab test. Asymptomatic nature. Similar symptoms. Responsible for attachment. مش كلهم بيحصل. هو قال لا أصلا. لا ما هو عشان بس الهدف. الهدف يا صحيح. تمام. طيب أربعة. هذا الرابع السؤال الأخير لكم، الخامس للكل. People visiting Saudi Arabia are advised to take a MERS vaccine on 1 month before travel. True. False. 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 طيب. طيب. طيب هي false طيب. طيب ركزوا معي لو سمحتوا. السؤال الخامس للكل، السؤال الخامس برفع الأيدي للكل. فيروس كوز gastroenteritis. روتا فيروس. جميل. أسترو فيروس. جميل. نورورك فيروس. أدينو فيروس. طيب في نقطة مهمة هذه الآن الأبلايد اللي أتكلم عليه، أكيد إحنا في آخر محاضرة حنعمل أبلايد لكل الفيروس. سنترال نيرفس سيستم بتعمل دياريا، بتعمل ليفر، بتعمل مثلاً جي آي تي، كل اللي ده حنعملها. شكراً جزيلاً لكم. شكراً لكم.